من أربيل ينضم إلينا مدير مركز برنامج الأمن والدفاع مركز صنع السياسات ماجد القيسي. سيد الكريم، مرحبا بك. هل طلعتم على مسودة المشروع؟ يعني كيف تقيم ما جاء فيه؟ تحية طيبة لك. أعتقد هو مشابه لقانون 65 لعام 1969 عدا بعض الفقرات، يعني تغيير بالمسميات مثل الجندية وغيرها وما إلى ذلك. هذا القانون ليس بالجديد، يعني وزارة الدفاع مجلس الدفاع في وزارة الدفاع قدم مسودة مشروع آنذاك عام 2016 مؤلف حوالي من 72 مادة، وبالتالي توقف لأسباب معينة، وأيضا في عهد العبادي قدم هذا المشروع، ولكن الظروف السياسية والاقتصادية حالت دون تقديمها للبرلمان، وفي عهد عبد المهدي أيضا السيد عبد المهدي أيضا هذا المشروع هو كان حاضر، والآن اليوم السيد الكاظمي يبعث بهذا القانون إلى مجلس النواب. الخدمة العسكرية هي من المفاصل المهمة في بناء الدولة، يعني حقيقة وهي من تشكل عقيدتها الوطنية. يعني سيد ماجد، إلى أي مدى يمكن أن تدعم المؤسسة العسكرية مثل هكذا خطوة أو هكذا مشروع؟ لا، حقيقة هي المؤسسة العسكرية داعمة لهذا المشروع، هي غير رافضة لهذا المشروع. لا، أنا أقصد هذا المشروع كيف له أن يدعم المؤسسة العسكرية، يعني إلى أي حد؟ لا، شوف، مو أنا خليني أتكلم معك المستلزمات المطلوبة ومن ثم سوف نستنتج هل فعلا يدعم المؤسسة العسكرية أو لا يدعم المؤسسة العسكرية. هناك مستلزمات كبيرة يعني في الوقت الحاضر، يعني من ناحية التوقيت ومن نواحي أخرى، يعني هناك، نعم هو يدخل في مجال الأمن، ولكن هناك جوانب أخرى نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية وأيضا فنية يجب أن تدخل في هذا الموضوع، يعني قبل تنفيذه وقبل تطبيقه. يعني نعم هو جزء من يعني من بناء الدولة، ولكن يجب أن ننظر إلى بعض المستلزمات الأخرى، مثلا الوضع الاقتصادي والمالي هل يسمح في ذلك؟ يجب تأمين مستلزمات هؤلاء المجندين الجدد، يعني احنا نعرف انه القاعدة المادية بالنسبة للجيش ضرورية جدا، والقاعدة المادية هي عبارة عن مستلزمات ووسائل ونظم تدريب، وهذه مكلفة جدا يجب تأمينها حتى نستطيع، يعني انه ليس من على يعني الصحيح ان ننفذ هذا القانون بدون بناء هذه المستلزمات وهي القاعدة المادية. يجب إعادة النظر أيضا في قضايا أخرى. هذا القانون اليوم هل هو نوقش يعني فقط في مجلس الوزراء ووزارة الدفاع؟ هذا القانون يجب أن يناقش يعني كهو عقد وتعاقد، وبالتالي هو يشبه التعاقد الدستوري يعني للمجتمع. إذن فيجب هناك يعني أن تكون هناك لجان، وهذه اللجان يجب أن تدرس جميع أركان هذا القانون، ليس فقط المسؤولين عن الدفاع مثل الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى، يجب أن تدخل فيها التعليم والتربية والتعليم، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة حقوق الإنسان، التخطيط، كثير من يعني اللجان، ويجب أن يكون هناك أخصائيين في علم الاجتماع. احنا ندرك انه يعني هل المجتمع اليوم مستعد يعني نفسيا واجتماعيا؟ لانه هناك نمط حقيقه سابق كان سلبي في النظام السابق، واضح جدا. كان هناك سيد ماجد، حتى استغل الوقت معك اذا تسمح لي، يعني هل تعتقد ان التجنيد الالزامي او هذا القرار هو جزء من مشروع تقويض أنشطة الفصائل التي لا تعمل ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية؟ هذا جزء منه، هذا جزء منه. الجزء الأول، لاحظ منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، يعني منذ أن تأسس الجيش العراقي 1921، المؤسسة الوحيدة التي وحدت العراقيين هو الجيش العراقي. هذا هو العامل الأول في توحيد العراقيين، عندما كان البلد أو البلاد آنذاك عبارة عن ثلاثة ولايات،
وبالتالي المؤسسة العسكرية لعبت دورا كبيرا في توحيد الجيش العراقي. إذا هذا الجيش هذه الخطوة هي من أجل يعني حتى سوف تقوض يعني الفصائل المسلحة، سوف يعني تقوض المحاصصة أو ما يسمى بالتوازن الوطني الذي لا زال يعملون به، لأنه اليوم أنت لكن هناك بعض المعرقلات. هل مثلا إقليم كردستان سوف يوافق؟ هناك لدينا البيشمركة وهناك لدينا الحشد الشعبي ومنظومة الحشد الشعبي وهيئة الحشد الشعبي وهي موازية لوزارة الدفاع. كيف يمكن يعني ما هي مستقبل هذه المنظومة؟ طيب نرجع على مسألة مهمة وهي الطاقة الاستيعابية. الطاقة الاستيعابية مهمة جدا. يعني أنا أستغرب عندما يكون هناك من يقول بأنه والله هي يقضي على البطالة. كيف يقضي على البطالة؟ الجيوش هي مستهلكة وليس منتجة. إذن فيجب يعني أن ننظر إلى هذه الجوانب قبل تطبيق القانون. يجب أن نهيئ هذه المستلزمات. هناك خلافات سياسية أيضا يجب أيضا أن نتجاوزها. وبالتالي هذا القانون نعم هو مهم، يعني كل الدول الصغيرة والكبيرة اليوم الخليج أيضا من أعوام يعني من 10 أعوام بدأ بقانون الخدمة المهنية. شكرا جزيلا مدير مركز برنامج الأمن والدفاع مركز صنع السياسات السيد ماجد القيسي. سيد الكريم شكرا جزيلا لك.